بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة تخليد الشعب المغربي قاطبة للذكرى 67 لانطلاق أشغال بناء طريق الوحدة، تشرفت اليوم بالإنعام علي من طرف صاحب الجلالة نصره الله وأيده بوسام ملكي سامي كما شاهدتم، وهو يتلج صدري حيث وشحت من طرف السيد مدير الأنظمة والدراسات التاريخية والسيد مدير شؤون الداخلية بعمالة إقليم تونات. هذا الوسام يعتبر ثمرة جهد قمت بها بعمل متواضع خلال مشواري المهني ومساري المهني، وإنني أشكر جلالته جزيل الشكر على هذا الوسام الذي سيبقى ذخرا وملاذا لي ولأبنائي ولحفادتي ولأسرتي. دكتور بدر الصيري، نائب جاوي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش تحرير جهة فاس مكناس، نتواجد اليوم مع عمالة إقليم تاونات قصد الاحتفاء بذكرى 67 انطلاق عن طريق الوحدة، وهي ذكرى عزيزة على قلوبنا تخلد ما قام به الأجداد والأسلاف من المقاومين من تضحيات جيسان في سبيل استقلال وحرية هذا البلد العزيز على قلوبنا. وقد كما لاحظتوا معنا تم تكريم صفوة من المقاومين الأجلاء، يتراوح العدد ديالهم 7 مقاومين، إضافة إلى تم توزيع عدد إجمالي من إعانات المالية لفائدة الأرامل المقاومين، خصوصا أرامل الإسعاف الاجتماعي وواجب العزاء بمجموع مالي قدره 88,000 درهم، وهي سنة حميدة دابت عليها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء الجيش سنويا لإبراز برورا وعرفانا بما قدمه الأجداد في سبيل استقلال وحرية هذا البلد العزيز. عندنا مغطوا لنا احتفلوا بنا وكرمونا، الله يرحم الوالدين، رد الجوج ديالي مات هذه 12 عام، دابا عطوني الوسام الملكي، الله يرحم الوالدين وشكرا ليهم. كيفاش كان إحساسك؟ فرح، ملي غطوا لي حس بالفرح. الله شكرا، عطوني التكريم، الله يرحم الوالدين وشكرا ليهم وشكرا لمجلس هذه المقاومة كاملة ودايرة التابعة. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.